ليه مش عايز تقول النادي اللي كنت بتلعب فيه؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان ما الناس اصل بيحسبوا الهوية، وبالتالي انا ضد الكلام ده اطلاقا. بتلبس قناع المراوغ عشان تخبي انتمائك الرياضي. العمل بتاعنا عشان تنجحي، اذا كنت تعتبريني ناجح يعني، لازم تتخلصي من هويتك الرياضية بأحاسيسك وبأفعالك وأقوالك، مش بس من أحاسيسك يعني. لكن ربما أنه الأهلي حظه حلو معايا شوية، لما بعلق على ماتشات الكورة أهلي وزمالك فبيقولك ده أهلاوي، علشان الأهلي عادة بيكسب الزمالك في الماتشات اللي أنا بعلق عليها، فجمهور الأهلي يتفائل وجمهور الزمالك يتشائم. يقال أن حضرتك أهلاوي ومخبي. ومخبي؟ لا والله. مع ان دي حاجه تشرف. طبعا طبعا تشرف ان انا اهلاوي، وتشرف رضا عبد العال قال انه حضرتك اهلاوي ومخبي. هو ادرى بقى، ما اعرفش، اسكت مراتي ما تعرفش، يبقى رضا مش هيعرف. حضرتك مش مأمن مرات حضرتك ان هي تعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش موضوع مأمن. امال موضوع ان هويتي ما تبانش عليا، لان زي ما قلت لحضرتك انا ليه اخسر مدرسه؟ ده انا مش هسيب حضرتك الا ما اعرف اسم النادي. وحياه حضرتك ما هتعرف. ده ممكن يطلع من على جوجل عادي جدا. لا ولا جوجل، ولا جوجل نفسه، ولا حد يعرف. شايلها كمان. انا هي قالت لي سحر، قالت لي في مره انا نفسي اعرف ان انت اهلاوي ولا زملكاوي. قلت لها يعني اما ياذن الله ونغادر الارض في اخر لحظه هبقى اقول لك. يعني اعلاميين الرياضيين اللي اعلنوا انتماءاتهم الرياضيه او النوادي اللي بيشجعوها خسروا من وجهه نظرك شعبيه او جماهيريه؟ هو حسب احترافيه اللي بيقدم، يعني في ناس بيقدموا وهم لعبوا في الاهلي او في الزمالك. يعني دول كتير ومعروفين للناس كلها، المحللين والمذيعين، فبالتالي ده معروف انه بينتمي لمدرسه الاهلي لانه لعب في الاهلي او في الزمالك. لكن احترافيته لابد ان هو يتخلص من ده على الشاشه. على الشاشه؟ على الشاشه طبعا. طب لكن وفي هو البيت الشاشة قدام طبيعي. التلفزيون قدام الشاشه بقى. ورا الشاشه تقصدي؟ ورا الشاشه طبعا. هو انت مش انت حضرتك قاعد بتتفرج. بتشجع مين؟ بشجعك انت. يا بختي. دي هويه يجب ان هي تظل في الظل، لانه انا لما بقدم اقسم بالله العلي العظيم يا استاذه منى، عمري في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج او التعليق على المباريات، عمري في حياتي ما كان عندي هوية مسبقة وأنا بعلق أبداً. طب أبداً. ليه حضرتك ما تعلنش عن انتمائك وفي نفس الوقت تبقى احترافي ومحايد وبتنقل بموضوعية وبتعلق بموضوعية وبتحلل بموضوعية؟ الناس مش هتصدقني.